Hi everyone, with you Mishema Munir. Today let's start with Jump Upward for Primary 1. Okay, let's start with Unit 8. Please listen to me carefully. Clothes, apron, clothes shop, coat, shirt, overalls, t-shirt, helmet, old, new, big, small, this, over there, that, a lot of, okay? دي كانت مجموعة الكلمات النهاردة اللي معانا. Unit 8, clothes, jump upward, primary 1. Let's move to another part. هنا الجرامر بيتكلم معانا على verb to have. وverb to have هو بمعنى يمتلك. حاجة already انت بتملكها عندك انت. بتقسم ازاي؟ بتقسم بين have و has. زي ما احنا شايفين اول عربية معانا have بتاخد I و we و they و you او اي اسم جمع. لكن has بيجي معها he, she, it وأي اسم مفرد. يعني have بيجي معها I, we, they, you. يعني I have, we have, they have, you have. أو أي اسم جمع. ممكن نقول the boys have or the girls have, children have. أي اسم جمع. أوكي؟ لكن has مع المفرد. مع he والshe والit وأي اسم مفرد. أحمد, علي, سماح and so on. أوكي؟ طيب احنا قلنا ان verb to have هو حاجة تملكها, بتقسم بين have و has. عندنا بقى عشان بعمل عليها جمل حاجة املكها او جملة sentence كاملة بستخدم have got و has got. have got بتيجي برضو احنا قلنا مع ال I وال we وال you وال they, لكن has got بتيجي مع ال he وال she وال it واي اسم مفرد ما احنا اتفقنا. for example I have got brown eyes, أنا عندي عيني بني. He has got a bike, هو عنده عجلة. My sister has got black hair, أختي شعرها أسود. أوكي, اتفقنا كده. عندنا have got و has got, الاتنين معنى كلمة يمتلك أو يملك, بس have بتيجي مع الجمع و has بتيجي مع المفرد. أوكي, ما عمل question بسأل بhave or has. For example, have you got a bike, هل أنت لديك عجلة, هل لديك عجلة. Yes I have or no I haven't. Has he got a monkey? Has he got a monkey? هل هو عنده قرد؟ No, he hasn't. يبقى احنا في السؤال في question form بنسأل يا إما have or has, والإجابة تبقى يا إما دايما yes or no. حاجة تانية معنا في الجرامر النهاردة هو أنا بستخدم to plus adjective اللي هو الصفة, which means أكتر من اللازم. For example, those trousers are too short. البناطيل دي قصيرة جدا, طولها أقصر من اللازم. My uncle is too fat. عمي أو خالي تخين جدا, تخنوا أكتر من اللازم. The tea is too hot. الشاي سخن جدا, أكتر من اللازم. To adjective أكتر من اللازم. أوكي, تاني هنعمل remember ونفتكر مع بعض have got و has got. Have got بتيجي مع ال I وال we وال you وال they, و has got بتيجي مع ال he وال she وال it. For examples, they have got a new car, لديهم عربية جديدة. She has got long hair, لديها شعر طويل. تمام؟ نقول تاني عشان نفتكر. Have got و has got. Have بتيجي مع ال I وال you وال we وال they, لكن has بتيجي مع ال he وال she وال it وأي اسم مفرد. Okay, it's very simple, it's very easy. تمام كده؟ اوكي, معنا دلوقتي بقى some exercises مهمة جدا ان احنا نمرن ولادنا عليها في البيت تطبيقا لقاعدة ال have or has. اوكي, اهو choose. عندنا هنا حوالي اكتر من جملة, ياريت ان احنا نمرن ولادنا عليهم في البيت عشان نطبق القاعدة اللي احنا خدناها النهاردة have or has. اوكي, ده كان النهاردة ملخص ال unit 8 for jump upward primary 1. كان معاكم شيماء منير. Thanks for watching and see you soon.